ايه حدود تدخل الاباء والامهات في حياه ابنائهم المتزوجين؟ يعني ما ينفعش مثلا تبقى لو المشكله مهما كانت المشكله كبيره ما ينفعش الاباء والامهات يدخلوا عشان خاطر يفصلوا ما بينهم الاثنين، لا يدخلوا مثلا في النصيحه في الاول. هناك نوع تدخل سلبي وفي تدخل ايجابي. التدخل السلبي ان يدخلوا في خصوصياتهم وحياتهم الخاصه وكيف يعيش وكيف اين يتنقل وكيف يتعامل مع زوجته ومع اولاده. التدخل الايجابي هو توجيه النصح والارشاد لهم في اعمالهم في تربيه ابنائهم. والله انا عن نفسي انا تيتا وبنتي متجوزه، وعن نفسي انا ما بتدخلش في حياتهم، لكن في ناس بتتدخل. المفروض الاب والام يسيبوا اولادهم على راحتهم لانهم مش صغيرين. لا اعتقد ان هم مش مفترض ان هم يتدخلوا في حياه المتجوزين، لان بقى ليهم حياه بقى ليهم اسره، المفروض ان هم يعني قادرين يشيلوا مسؤوليه نفسهم. في مشاكل بتبقى يعني اكثر خصوصيه، ما ينفعش تتحكي الاب او الام ما بين الزوجين، وفي مشاكل لازم الاب او الام يتدخلوا فيها. المتجوزين كده ده بيبوظ الدنيا العلاقه بين الزوجين، يعني انت لو بصيتي كده للايام دي اكتر حاجه بتخرب العلاقه بين الزوجين تدخل الاباء، يعني كل بي واحده عايزه مثلا بنتها تبقى احسن حاجه بتديها نصايح بتيجي بالعكس عليها. التدخلات تكون بسيطه جدا وتكون محدوده بحيث ان المشكله ما تزيدش، لو في مشكله في تدخل من طرف اب او ام لازم يكون في يعني تعاون. انه يقول النصيحه من وجهه نظره ومن وجهه خبرته في الحياه، اي حاجه تخص الزوج وزوجته المفروض ان محدش يتدخل فيها الا لو حصل مشكله او في حد من الطرفين دماغه صغيره او كده، فبيحاول استشير حد من الكبار، بستشير مش بدخل، في فرق. والله التدخل ممكن على هيئه نصيحه، يعني مش اللي هو امرك ان انت تعمل كذا وان انت تمشي حياتك في بيتك كذا، كل واحد اضرب حياته في بيته. فيما بعد الجواز ما اظنش ان يبقى في اي تدخل، يبقى حريه مطلقه ليهم هم يعني. يتدخلوا عادي بس ما يعملوش ما يسببوش مشاكل، يعني انا شايفه ان هو انت تدخل لو هتقولي وجهه نظرك او تقولي ده صح ده غلط، بس ما تفرضش رايك عليا. لو متزوجين يكون بغرض النصيحه وبالمفهوم ان هم مش كل حاجه دلوقتي هم يعرفوها. والله بيبقى في اسرار في البيت اللي عادي ما بين الراجل ومراته ما ينفعش اي حد يعرفها، لا الاب والام من هنا ولا الاب والام من هنا. دي حياه زوجيه ما ينفعش ام واب يتدخلوا فيها الا لو هيتدخلوا بنصيحه، مثلا ان انا اساعدك ازاي تكون احسن، ان انا احل مشكلتك اساعدك فيها، لكن مش هتدخل فيها، في فرق.